ما زالت تنبؤات نظرية النسبية لأينشتاين بتبهرنا بالجديد كل شوية، وسواء كنت تعتقد ان أينشتاين عالم فزوة عبقرية ما حصلتش قبل كده، او حتى شايف ان دي مؤامرة وتم تلميع الرجل، فالكشف الجديد اللي قام بيه فريق دولي من جامعة أكسفورد لمنطقة غريبة حوالين الثقب الأسود في مجرتنا درب التبانة بيبعد عننا تقريبا 10,000 سنة ضوئية، هو حدث تاريخي كبير. ايه قصة منطقة الانغماس اللي تنبأ بها أينشتاين في نظرية النسبية العامة حوالين الثقب الأسود وتم رصدها مؤخرا؟ وازاي الفريق الدولي بيخطط لعمل اول فيديو تصويري للثقوب السوداء الكبيرة في مجرتنا درب التبانة في اول تلسكوب افريقي واول مشاركة من دولة افريقية بدأت تصعد اقتصاديا وعلميا السنوات اللي فاتت؟ اهلا بيكم. العلماء ومن وقت طويل بيحاولوا يعرفوا ايه الاحداث اللي بتحصل بالقرب من سطح الثقب الاسود، واكتر حاجه ممكن ندرسها هي قرص التراكم اكريشن ديسك، المنطقه اللي بتدور فيها المواد قبل ما تسقط في الثقب الاسود. اخبط اللايك الجميل وتعالى وتابع معانا فيديو من الفيديوهات المهمه النهارده. محاكاة جديدة عملها مركز جوادارد لرحلات الفضاء التابع لناسا لسيناريو الاقتراب من ثقب أسود كتلته قد كتلة الثقب الأسود المركزي في قلب مجرتنا درب التبانة ساجيتاريوس A. أفق الحدث هو القرص الذهبي اللي بيحيط بقلب الثقب الأسود في منطقة اللاعودة. هناك محدش يقدر يهرب من فرط قوة جاذبية الثقب، ولا حتى يقدر يرصد أي شيء هناك. كل شيء بيدخل المنطقة دي بيتجمد في صورة رصده لينا، لكن بتحصل ليه حاجة تانية ما نعرفهاش. بدأت عملية المحاكاة على مسافة 640 مليون كيلومتر بسرعة تقترب من سرعة الضوء. بيتغير منظر نجوم الخلفية مع انحناء تأثيرات الجاذبية للثقوب السوداء فائقة الكتلة على نسيج الزمكان هناك. بنلاقي حلقة من الضوء بتدور حوالين الثقب الأسود بسبب الانحناء الشديد للفضاء اللي بيخلقوا الثقب الأسود بكتلته الهائلة الجبارة. أفق الحدث في المحاكاة دي فائق الضخامة، عرضه حوالي 25 مليون كيلومتر، أي حوالي 17% من المسافة بين الأرض والشمس. وبعد فترة زمنية حوالي 3 ساعات و30 دقيقة بنوصل لأفق الحدث. بمجرد عبور أفق الحدث بتكون الرحلة في اتجاه واحد إلى نقطة التفرد الخاصة بالثقب الأسود، وهي نقطة صغيرة متناهية الصغر كثافتها لا نهائية، وهناك بتنهار كل قوانين فيزياء الكون المعروفة عندنا. في المحاكاة التانية بدل ما نسقط بمركبتنا الفضائية في الثقب الأسود بنقرب بس من أفق الحدث ومش بنعديه في رحلة ذهاب وإياب مدتها 6 ساعات. لو رجعنا لسفينتنا الأم فالتأثيرات التشويهية اللي عملها الثقب الأسود الهائل على المكان والزمان هتخلي زمايلنا رواد الفضاء اللي مستنيينا في المركبة الفضائية يكونوا كبروا عننا في السن تقريبا ب36 دقيقة. تم إنشاء عمليات محاكاة رحلة إلى الثقب الأسود والسقوط فيه باستخدام الكمبيوتر العملاق ديسكفر الموجود في مركز محاكاة المناخ التابع لناسا. الكمبيوتر العملاق أنتج كمية بيانات مذهلة تقدر بحوالي 10 تيرا بايت من البيانات. البيانات اتعملت على جهاز الكمبيوتر العملاق في 5 أيام. لو عملناها في لابتوب حديث شخصي كان هيقعد 10 سنين من المعالجة، فتخيل بقى قوة الكمبيوتر العملاق ده قد إيه. وبالرغم من إنها محاكاة فريدة، لكن السؤال المهم، هل هي فعلا محاكاة دقيقة؟ هل فعلا بتبين بشكل أو بآخر العمليات اللي بتحصل في منطقة قرص التراكم قبل دخول أفق الحدث كما هي في الواقع فعلا؟ مش أغرب حاجة في الثقوب السوداء نقطة التفرد اللي بتنتهي عندها كل معارفنا البشرية، وهناك كل قوانين الفيزياء اللي نعرفها مش بتشتغل. لكن من ضمن الحاجات الغريبة اللي بتحصل هناك كل العمليات الديناميكية الحركية اللي بتحصل في قرص التراكم حوالين الثقب الأسود. القرص الذهبي اللي بيتكون من كل المواد والغاز قبل ما يسقط في قلب الثقب الأسود. لو عرفنا العمليات اللي بتحصل هناك في قرص التراكم هيقدر الباحثين والعلماء من تحديد خصائص مهمة متعلقة بالثقب الأسود. هنعرف الانبعاثات المختلفة اللي بتحصل من نفاثات الغاز اللي بيصدرها الثقب الأسود في نطاقات مختلفة،
بنلاقي ان بعض اقراص التراكم حوالين الثقوب السوداء بتدور بسرعات عالية جدا ومختلفة. عرفنا ده من خلال قياس انبعاثات الاشعة السينية من القرص. فمن خلال ملاحظة كيفية انعكاس الاشعة السينية من هالة الثقب الاسود الضخمة دي هنقدر نعمل مسح ضوئي للمنطقة برمتها. وحصلت دراسات كتيرة في الموضوع ده خلال السنين اللي فاتت. جوه المنطقة دي في منطقة حيرة العلماء، منطقة الانغماس على حافة افق الحدث في الثقب الاسود اللي اسمها بلانجنج ريجون، اللي لو تم دراستها كويس هتخلينا ندرس كيفية تشكل الثقوب السوداء وتطورها، بل وهتعرفنا معلومات جديدة عن نسيج الزمكان اللي بيحصل فيه تشوه كبير في المنطقة دي. لما بتقرب مادة مسافة قريبة جدا من الثقب الأسود بتتمزق وبتشكل حلقة مدارية حوالين الثقب الأسود سماها العلماء قرص التراكم. النسبية العامة اللي ابتكرها أينشتاين في سنة 1915 تنبأت بأن هناك لازم يكون في حد داخلي، بحيث أن مفيش أي مادة أو شيء يفضل يدور حوالين الثقب الأسود، وبدل من الدوران في الثقب الأسود بتسقط المادة دي في الثقب الأسود من جوه في نقطة اللاعودة اللي شفناها في المحاكاة اللي كانت في أول الفيديو، في عملية تسارع نحو السقوط في هاوية الثقب الأسود بسرعة تقترب من سرعة الضوء. أثبت فريق دولي بتقوده جامعة إكسفورد في بريطانيا إن أينشتاين كان على حق في نبوءته العجيبة بشأن قرص التراكم حوالين الثقب الأسود، وباستخدام بيانات الأشعة السينية لاختبار نظرية أينشتاين للجاذبية قدمت دراستهم أول دليل من الأرصاد على وجود منطقة الانغماس بلانجن ريجن، المنطقة اللي بتتوقف فيها المادة عن الدوران وبتسقط في الثقب الأسود. بل واكتشف الفريق الدولي ممارسات من أقوى الممارسات لقوى الجاذبية في الكون في المنطقة دي. أينشتاين تنبأ في نظريته بوجود المنطقة دي، لكن ما كانش في أي دليل رصدي قوي إلا في الدراسة الفريدة دي. ركزت الدراسة على الثقوب السوداء الأصغر حجما من الثقوب السوداء ذات الكتل النجمية والقريبة نسبيا من كوكب الأرض على بعد 10,000 سنة ضوئية من كوكبنا. استخدموا البيانات اللي جمعها تلسكوبين فضائيين تابعين لوكالة ناسا، تلسكوب نيو ستار مصفوفة التلسكوب الطيفي النووي الفضائي، وتلسكوب نيسر مستكشف التركيب الداخلي للنجوم النيوترونية. تم توجيه التلسكوبين اتجاه ثقب أسود في نظام نجمي ثنائي اسمه الثقب دوت ماكسي جي 1820، ثقب أسود كتلته ضعف كتلة الشمس 8 مرات، بيطلق نفستين بسرعة رهيبة ممكن توصل ل80% من سرعة الضوء. بيقول الدكتور أندرو موميري إن دي النظرة الأولى اللي بنشوف فيها البلازما، الغاز الساخن من المواد المتجمعة في قرص التراكم تسقط نهائيا في مركز الثقب الأسود. كان في مسارين عملهم موميري وزمايله. المسار الأول هو تطوير نماذج محاكاة رياضية علشان يحددوا من خلالها نوع الضوء والانبعاث اللي بيحصل في منطقة الانغماس اللي اتكلمنا عنها من شوية. المسار التاني عبارة عن أدلة رصدية تثبت صحة المحاكاة دي. اكتشف الباحثين انبعاثات الأشعة السينية من المادة والغاز الملتهب حوالين قرص التراكم، ومن خلال وضع البيانات دي في نماذج محاكاة رياضية اكتشفوا التطابق بين الأرصاد وبين عمليات المحاكاة اللي هم صمموها. ومن خلال النتائج دي أثبت العلماء أن نسيج الزمكان نفسه بيحصل فيه تشوه كبير جدا وهبوط نهائي على حافة الثقب الأسود، وقدروا كمان من خلال البيانات دي أنهم يحددوا مصير الغاز المتأين الساخن والبلازما اللي انتزعهم الثقب الأسود من النجم المرافق ليه. استفاد موميري وزمايله من الدراسة اللي اتعملت في سنة 2020، وإن شاء الله برضو حسبها لك في صندوق الوصف. ادخل كده في صندوق الوصف وشوف المصادر بتاعتنا وتابع الدراسات ديت، سواء كانت الدراسات اللي كانت في سنة 2020 أو الدراسة الجديدة اللي كانت من كام شهر في 2024. الدراسة اللي تنبأت بالتوهج الكبير للأشعة السينية من داخل منطقة المدار الدائري لقرص التراكم اللي هي منطقة الانغماس، موميري بيقول إنهم قبل كده كانوا بيتجاهلوا منطقة الانغماس دي لأن مفيش بيانات رصدية للمنطقة دي خالص، بل وبعض العلماء جزموا قبل كده إن المنطقة دي مش هتصدر أي انبعاثات خالص لأن المادة بقت أضعف بكتير من إنها تطلق أي انبعاث في ظل وجود الجاذبية القوية للثقب الأسود اللي مش هتخلي أي شيء حتى أي انبعاث إنه ممكن إن هو يهرب من هذه الجاذبية الكبيرة. لكن البحث الحديث أثبت من جديد صحة نبوءة أينشتاين والنسبية العامة، ودي مش المرة الأولى طبعا اللي تصح فيها نبوءات أينشتاين،
في 2019 مثلا تم التقاط اول صوره لثقب اسود من خلال تلسكوب ايفنت اورايزون، وكان دليل قوي جدا على الوصف الرياضي لاينشتاين لاليه عمل نسيج الزمكان والجاذبيه هناك. النظريه النسبيه اللي غيرت كتير من مفاهيمنا في الفيزياء، الزمان والمكان والكتله والطاقه، بل وتنبؤ اينشتاين بموجات الجاذبيه اللي تم اكتشافها في سنه 2016، والكشف كمان عن الحد الاقصى للسرعه في الكون، سرعه الضوء. بتنشأ الثقوب السوداء من انهيار نجم من النجوم العملاقه، وبتنمو الثقوب السوداء دي من خلال التهام الغاز والغبار والنجوم والثقوب السوداء الأصغر منها. وحوش كونية بتتمتع بجاذبية مفرطة وخرافية، ومفيش شيء يقدر يهرب منها ولا حتى الضوء نفسه، أسرع شيء في الكون. وبالتالي هل ده مش هيخلينا نشوف الثقب الأسود؟ إذا كان كل شيء بيسقط فيه حتى الضوء اللي هو الشيء الوحيد اللي بيخلينا نشوف الكون من حوالينا؟ طبعا لا، لأن الثقوب السوداء النشطة دايماً بتكون متحوطة بقرص التراكم، سحابة من الغاز والمواد بتدور حوالين الثقب الأسود قبل ما تنهار فيه. بيتم بتسخين السحابة دي لدرجات حرارة شديدة جداً من خلال الاحتكاك بينها وبين بعضيها. بتشير نظرية النسبية العامة لأينشتاين على أن الأجسام ذات الكتل الكبيرة بتسبب تشوه كبير في نسيج الزمكان المتحدين ككيان واحد رباعي الأبعاد. الجاذبية بقى بتنشأ من انحناء النسيج المتحد ده، على عكس نظرية نيوتن للجاذبية. بتنص نظرية أينشتاين على انه من المستحيل للجسيمات انها تدور حوالين الثقب الاسود في قرص التراكم اكريشن ديسك من دون ان تسقط في منطقة الانغماس على حافة افق الحدث في قلب الثقب الاسود. لازم تغوص باتجاه قلب الثقب الأسود بسرعات قريبة من سرعة الضوء. على الرغم من أن النسبية العامة بتشتغل بطريقة رباعية الأبعاد، لكن ممكن نوصفها من خلال تشبيه تقريبي ثنائي الأبعاد، التجربة اللي عملها كتير من العلماء قبل كده لتبسيط الجاذبية الخاصة بمفهوم أينشتاين ونظرية النسبية العامة. تخيل أنك تجيب لوح مطاطي مشدود ومفرود، لو حطيت كرة كتلتها صغيرة هيحصل انحناء بسيط للمطاط، لو زودت كتلة الكرة هتلاقيها بتعمل انحناء كبير. دي آلية الجاذبية اللي بتشتغل بها النجوم والكواكب والأقمار اللي بتدور في أفلاك نسيج الزمكان. تخيل لو حطيت كرة كتلتها كبيرة جدا جدا هتحني النسيج ده وممكن تشوهه أو تمزقه. بكده أي كرة تانية أصغر منها هتنجذب لمنطقة التشوه ده وتسقط في جاذبية الكرة ضخمة الكتلة. اقترح أينشتاين إن الانحناء الشديد ده في نسيج الزمكان اللي بتعمله الكتل الضخمة زي الثقوب السوداء بيعمل لينا فيزياء جديدة، واقترح إن في نقطة معينة أو منطقة معينة خارج حدود الثقب الأسود لا تستطيع الأجسام الهروب منها. العلماء قسموا المناطق حوالين الثقب الأسود واقترحوا منطقة بتسمى Inner Most Stable Circular Orbit، أو اختصارا بالـ ISCO زي ما حضرتك شايفها في التصميم ده. المادة اللي بتشق طريقها ناحية الثقب الأسود مش بتمشي في خط مستقيم، إنما بتدور حوالين أفق الحدث تمام زي المية اللي بتدور وتعمل دوامة علشان تسقط في منطقة منخفضة في البحيرة. النقطة الأخيرة للمواد علشان تدور حوالين الثقب الأسود، وأي مادة بتتجاوز الحد بتسقط في منطقة الانغماس اللي اتكلمنا عنها من شوية. المفروض بقى إن أي مادة تسقط في الانغماس ما تصدرش أي انبعاث، لكن النسبية العامة تنبأت بأن هيكون بفضل الاحتكاك العالي ده هيكون فيه انبعاث لبعض الضوء اللي هيقدر يهرب ويدينا آخر معلومات نقدر نرصدها قبل السقوط النهائي في قلب الثقب الأسود. الفريق البحثي قال أن حتى المناطق القريبة جدا من أفق الحدث لازم تنتج ضوء أو انبعاث إضافي في نطاق الأشعة السينية نقدر من خلاله نعمل قياسات مهمة. وبكده أثبت الفريق ما كان تنبؤا في الماضي، أفق الحدث، منطقة اللاعودة، قبلها على طول منطقة الغرق أو الانغماس. في المنطقة دي تحديدا تقدر تلاحظ وترصد بقايا الأشعة السينية قبل السقوط النهائي في الثقب الأسود. طبعا نتائج واعدة ومهمة لأنها أثبتت لينا إننا ممكن نجمع بعض المعلومات في منطقة الانغماس قبل السقوط الأخير في الثقب الأسود. طبعا هيستلزم ده عمل أبحاث إضافية تانية على ثقوب تانية نقدر من خلالها نعمم التجربة على الثقوب السوداء برمتها، أو حتى يحصل استثناءات بسيطة. الدراسة بتقدم رؤى غير مسبوقة حوالين الظروف القاسية والشديدة اللي بتحصل حوالين الثقب الأسود.
هتفهمنا أكتر وأكتر عن الجاذبية وآلية عملها في أكتر المناطق تطرفاً في الكون، الثقوب السوداء. احنا عندنا هنا في مجرتنا درب التبانة كتير من الثقوب السوداء، وعندنا كمان دلوقتي تقنية جديدة ونموذج محاكاة عبقري نقدر من خلاله ننفذ التجربة على كتير من الثقوب السوداء القريبة من الأرض، وتكون أكبر حجما من الثقب الأسود اللي اتعمل عليه التجربة. وبشرنا فريق بحث تاني من جامعة إكسفورد، صراحة جماعة شغالين جدا ومجتهدين للغاية، وخلال السنة دي إن شاء الله سنة 2024 في نهاية السنة هيكون في تسجيل لمقطع فيديو لثقوب سوداء أكبر في مبادرة أوروبية بالتعاون مع دولة ناميبيا الإفريقية الصاعدة السنين الأخيرة اللي فاتت، من خلال تلسكوب راديوي جديد، تلسكوب أفريقيا المليمتري. التلسكوب الجديد اللي هيكون قادر على رصد الاختلافات في سطوع الثقوب السوداء الصغيرة والكبيرة، ده بالتعاون برضو مع التلسكوبات البصرية وتلسكوبات أشعة جاما زي النظام المجسم عالي الطاقة الـ HESS الموجود في ناميبيا، ومصفوف التلسكوب شيلينكوف في تشيلي. التلسكوب الناميبي الجديد بالتعاون مع أكتر من دولة وجامعات عريقة في العالم هيكون قادر على رصد وتصوير الثقوب السوداء الكبيرة لأول مرة في مركز مجرتنا. الثقوب السوداء الكبيرة بتطلق مصادر طاقة أكبر وأعلى، وبالتالي هيكون التلسكوب قادر على رصدها وتصويرها للمرة الأولى أثناء عملية دورانها السريع. وبس كده، أتمنى تكون حلقة عجبتكم، وياريت ما تنسوش تدعمونا، وأقل الدعم اللايك الجميل والتعليق المحفز اللي بيخلينا نواصل. ولو كنت مش مشترك في القناة اشترك وفعل زر الجرس علشان تتابع معانا كل جديد في قناتكم إنفوسفير، القناة الأولى عربيا في متابعة أخبار علم الفلك والفيزياء الفلكية. كمان لو حابب تدعم فريق القناة فزرار القلب موجود أسفل الفيديو تحت، وأكيد هنقولك شكرا. وعلى وعد إن شاء الله بلقاء جديد في إنفوسفير ولاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد تامسليم، سلام عليكم.